ننزل مستوى الاهتمامات. الاهتمامات فتقول له مثلا ما شاء الله انت طالع ماليزيا سياحه ولا لا عمل؟ ما شاء الله انا كذا انا اعمل في كذا. هو يقول لك انا اعمل في كذا. لما يعطيك مجرد اهتمامات ايش تسوي؟ تدخل في اهتماماته وتتفاعل معها. هذا المستوى ممتاز في العلاقات يا كرام، ممتاز جدا 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 جدا. لذلك القاعدة في أسر قلوب الناس تقول: إذا أردت أن تأسر قلب أحد عليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. سهلة، عليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. أنت من تهتم فيه؟ عيالك؟ طيب وش اهتماماتهم؟ اهتم فيها. والديك مهمين عندك؟ طيب وش اهتماماتهم؟ اهتم في هذه الاهتمامات. بغض النظر عن هذه الاهتمامات هل هي في عينك تستحق أو لا تستحق، هل هي تافهة ولا لها قيمة، هي تكسب قيمتها من ماذا؟ من قيمة المهتم بها، من قيمة والدك، من قيمة والدتك، من قيمة طفلك، من قيمة زوجتك. وبالتالي لا تحقر هذه الاهتمامات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا نغير، ما يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير للطير. فيأتي للغلام يقول له: ما فعل طيرك؟ فيشاركه في الاهتمامات. لذلك ذكرت في غير ما يعني جلسة قصة الصحفية الأمريكية اللي راحت سوت مقابلة مع واحد مسجون، واحد اسمها دورثي ديكسي، سوت مقابلة مع واحد مسجون في أمريكا تهمته أنه متزوج 233 امرأة. 233 يعني متزوج قاعة كاملة، 233 امرأة. فراحت تسأله قالت له: أنت كيف استطعت أن تخدع 233 امرأة؟ قالت: ستوب، سؤالك غلط. قالت: كيف أسأل؟ قال: سأليني كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج. قالت له: أوكي، كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج؟ فأعطاها الجواب في تقريبا سطر ونص، جواب مقنع جدا ويعني استراتيجية فاعلة إن شاء الله. لا عندي دورة اسمها كيف فن الخرفنة بثلاثين ألف، الله يحييكم. طيب قال لها، قالت له: أنت كيف استطعت أنك تقنع 233 امرأة بالزواج؟ فقال لها: كنت أحدث كل واحدة منهن عن نفسها واهتماماتها. احنا نخطئ احيانا اذا جينا ننشئ علاقة مع شخص ان نحدثه عن اهتماماتنا. احنا اطول جلسة ممكن تجلسها مع واحد هو ذلك الانسان اللي يكلمك عن اهتماماته وليس عن اهتماماتك. وأسرع وقت ينتهي في تلك الجلسة التي أنت المتحدث فيها عن اهتماماتك والآخر يستمع بتفاعل عن تلك الاهتمامات. لذلك تبغى تأسر قلب أبنائك، اهتم باهتماماتهم. يحب جلستك أبوك وأمك، يا أخي كلمهم عن اهتماماتهم، ستجد أنهم يتفاعلون بشكل عالي جدا بإذن الله تعالى. بعد مستوى الاهتمامات تأتي مستوى المشاكل والطموحات. أن يكون هو إذا شيء خبر حلو تقول له أو تستشير في بعض أمورك. نخطئ كثيرا خاصة الأخوات مع أمهاتهم الزوجات أن تكون الأم مصدرا للبلاغات. يعني بدال كلنا أمن كلنا أم، كل الأخوات عندهم جروب بس حق المشاكل. أي مشكلة، المشكلة وشو؟ أن مشاكل الزوجية مشاكل مؤقتة تتعامل معها الأمهات على أنها مشاكل دائمة. إذا هي تزاعلت مع زوجها على طول راحت أمي كذا، أمي أمي أمي، فأمها خلاص إن شاء الله بشوفه، دق عليها بعد نص ساعة ما ترد، زبطت أمورها مع زوجها، بس الأم ما زالت تحترق تحترق. ليس والله هذا من البر يا كرام، من البر أن لا تخبر والدك أو والدتك إلا بما يسرهما. اللي يوسع صدورهم قل لهم، اللي ما يوسع صدورهم اتركه. لا تتخيل مشاعر الأب والأم، ترى ما نتخيلها يا جماعة، ترى أبدا تجاهك لا تتخيلها. مشاعر فوق العادة، شيء فوق العادة. يحدثني خالي في وفاة جدتي أمه، يقول: وأنا أمسك بيدها وهي تحتضر، وهي تحتضر، وعلمت أنها في النزع الأخير، وهي تعلم أنها في النزع الأخير. فلما رأت خوفي وحزني يقول صارت تمسك يدي وتقول: بسم الله عليك، بسم الله عليك،
بسم الله عليك، بسم الله، حتى انقطع نفسها وارتخت يدها. لك أن تتخيل هذا الشعور بالآخر في قلب أم، شيء غير طبيعي. وبالتالي النزول في العلاقة معها لا يجب أن يكون في مشاكل وبس، لا، يجب أن يكون في كل ما يدخل السرور على قلبها، هذا نزول في العلاقة مع الوالدين. ثم آخر شيء اللي هو إظهار المشاعر والتفاعل دون مناسبات، دون مرض، دون إنجاز، دون عيد، مو بلازم عيد يا جماعة، أن يظهر المشاعر في كل مرة. يقول جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. يا أخي أظهر السرور، خلك أشعرها، أشعرهم أنك أنهم بالنسبة لك مصدر سعادة، مصدر أمان في هذه الحياة. أم الدرداء تقول لأبي الدرداء: لا تكثرن من التبسم فيزدريك الناس. إيش فيك أنت تضحك؟ فقال: والله لأفعلن، ما رأيت رسول الله إلا باسما عليه الصلاة والسلام. البسمة لا تعني ابتسامة وشكل وكاريزما، لا، البسمة تعني أنك مقبول بالنسبة لي ومرحب بك بالنسبة لي، ومعناها أني أحبك. وبالتالي هي أيضا من السلوكيات الدالة والجيدة التي يمكن أن يفعلها الإنسان. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يعمق علاقاته. طيب، بطريقة عكسية، عندك موظف لا تريد أن تعمق العلاقة معه، لا تريد، فأحيانا يجيك ويقول لك مشاكل الأسرية، أو عنده أمه ما أدري إيش صار لهم هو إياها، وعندها مشاكل، أعطيتها مثلا ملف وما خلص المشروع، وقال لك والله أنا بجي بعدين، بعدين جاء من بكرة وقال لك والله أنا أمي مريضة وما أدري إيش وما أدري إيش. لما يقول لك أمي مريضة، هو نزل معك وين؟ نزل مستوى عميق، بدأ يقول لك مشاكله. تقدر أنت تسوي التالي: تقدر تبقي العلاقة في المستوى العميق، تقدر. شلون؟ تقول: خلاص خلاص خلاص، خلي الملف، الله يستر عليك، روح روح الآن، روح خلاص، لا تجلس، روح، وبكرة لا تجي، وفي الليل تتصل عليه، بشر عن الوالدة، ترى يعرف مستشفى كويس، وترى إيش سويت الآن مع المشكلة. هذا التفاعل يا جماعة، يا جماعة العلاقات مبنية على استثمار المواقف. هنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، معادن في كمعادن الذهب والفضة، والمعادن لا تخرجها إلا حرارة المواقف. تعرف هذا ذهب ولا فضة ولا حديد ولا فالصو ولا بلاستيك ولا زجاج يتكسر حساس ولا. وبالتالي تستطيع أن تتفاعل معه وتعمق العلاقة، وتستطيع بب أنك تسطحها، كأن تتجاهل كل مشاعر في الموضوع، تقول إن شاء الله ما تشوف أمك شر، وأبد أجل تصرف هذا الملف عندك، أما عطى فلان ولا فلان والله يستر عليك، ثم لا تتفاعل معه. وبالتالي استطعت أن ترفع العلاقة بوعي إلى مستوى سطحي، وتستطيع بوعي أن تنزل بالعلاقة إلى مستوى عميق. يا كرام، إذا قلنا أن العلاقات هي فن، هي فن استثمار المواقف، فأكبر أكبر قاعدة في العلاقات علقها في قلبك هي: العلاقات إنما هي هندسة المسافات. العلاقات إنما هي في هندسة المسافات، متى تقترب ومتى تبتعد، ومتى تقترب ومع من تقترب. بعض الناس أدوم لعلاقتك به أن تبتعد عنه، ترى أدوم للعلاقة. ومن الناس من علاقتك به عشان تقترب، عفوا، عشان تدوم يجب أن تقترب منه، وهذه سنتحدث عنها بإذن الله تعالى في سياقها. لاحظوا الصورة هذه، الصورة اللي دائما يقولون أن زواج الشيبة، تذكرون المثل زواج الشيبة للخيبة، يعني الزواج اللي واحد شايب مزوج واحدة صغيرة غالبا زواج يكون فيه خيبة، ويعزون ذلك إلى الفارق الزمني العمر، هذا غير صحيح يا كرام، والتجربة تشهد بذلك، والسنة تشهد بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين خديجة كم؟ خديجة تكبره بكم؟ 15 سنة، 15 سنة، تزوج عمره 25 عليه الصلاة والسلام، وكان عمرها 40، وهي 40، نعم 15 سنة، وكان بينه وبين عائشة
25 سنة على بعض الروايات، 25 سنة، 20 سنة كثير في عرف الزمن، كثير. المشكلة في نجاح العلاقة ليس الفارق الزمني، ليس الفارق الزمني، وإنما الفارق العقلي الفكري على مستوى الاهتمامات. كل ما كانت الاهتمامات متباعدة قل الانسجام، وكل ما كانت الاهتمامات متشابهة زاد الانسجام بغض النظر عن الأعمار. لكن العادة جرت اللي أعمارهم متقاربة اهتماماتهم متقاربة، هنا المعيار والعنصر والعامل بعد الله هو الاهتمامات وتشابهها وليس الأعمار. طيب كم باقي الحين صدق؟ ثلاث دقائق. باقي أي خلاص ثلاث دقائق، جا سامحونا إن شاء الله نتكلم عن نظرية إلبرت شارديني بعد الصلاة، وهي نظرية أزرار المشاعر. المقصود بها أن في داخل كل إنسان أزرار، إذا ضغطت انفجرت مشاعر هذا الإنسان، إن شاء الله نتعرف عليها بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخ النوري موجود؟ النوري كان في عنده مشاركة، طيب لعله يجي إن شاء الله في وقته. حياكم الله إخوة أخوات في هذا البرنامج التدريبي الذي نسأل الله عز وجل يعلمنا فيما ينفعنا، ينفعنا بما سيعلمنا. نحن نتحدث اليوم عن العلاقات، امتداد لحربنا مع العدو الأول اللي هو الشيطان، الذي جاء في جزيرة العرب للتحريش بيننا. نحن في مثل هذه اللقاءات نريد أن نمد الجسور ونجسر العلاقات بشكل جيد بإذن الله تعالى، لأن مثل هذه العلاقات كفيلة بأن تكون ثقيلة في الميزان يوم القيامة. كنا قد تحدثنا عن أنواع العلاقات، وتحدثنا عن مستويات العلاقات، وتحدثنا عن دوائر العلاقات، وتحدثنا عن أركان العلاقات. بقي أن نتحدث في قضية، أيضا تحدثنا عن العلاقات السطحية والعميقة، وذكرنا أن بالتعبير عن المشاعر يمكن الإنسان أن يعمق علاقته. هناك ما يسمى بأزرار المشاعر. أزرار المشاعر هي عبارة عن مثل الزر اللي تضغطه وتشعر بالشعور، تضغطه وتحس بإحساس. الإنسان اللي كثيرة أزراره يسمونه إنسان حساس، هذا يزعله، هذا يزعله، هذا يزعله، هذا يزعله، هذا يزعله، هذا يزعله، هذا يزعله. والإنسان اللي قليلا أزراره إنسان طبيعي. أزرار المشاعر هي التالي. هذا واحد اسمه إلبرت شارديني، عالم نفس، درس سلوك الحيوان، واختار في رسالة الماجستير وقدمها في مقدمة كتابه عن نفس الإقناع، وذكر أنه درس سلوك أنثى الديك الرومي، وأن أنثى الديك الرومي أكثر شيء تحبه هي أبنائها، وكانت تحتضنهم وتحبهم بطريقة غير مألوفة عند الطيور، يعني بزيادة، خلنا نقول بزيادة. وكان أبنائها يصدرون صوت، هذا الصوت اسمه تشيب تشيب، فأسمى النظرية نظرية تشيب تشيب. وكان على النقيض ابن عرس أو الضربان، نسمي ابن عرس هذا الحيوان جلكم الله اللي أسود وأبيض اللي طلع ريحة، كان عدوها الشديد اللدود، كانت إذا رأته تأتي إليه وتحاول أن تهجم عليه وأن تمنعه وتدفعه. إذن عندنا حاجتين، عندنا أبنائها والتشيب تشيب، وعندنا الضربان أو ابن عرس اللي تكره بشكل قوي جدا وهو أشد أعدائها. فكر قال طيب لو جبت أنا الضربان على شكل دمية وحطيت فيه صوت تشيب تشيب إيش ممكن يصير؟ فوضع الضربان ووضع المسجل فيه تشيب تشيب. الدجاجة الرومية لما رأت الضربان هي كعادتها جاءت لتهاجمه، فلما أقبلت عليه أخرج صوت التشيب تشيب، فهي اللي يعني إيش قصته هذا الحين، هذا صديقنا ولا مو بصديقنا ولا؟ فاحتارت قليلا ثم احتضنته، احتضنت عدوها لما قال تشيب
تشيب. فأخرج نظريته الأولى اللي أسس عليها مدرسته في علم نفس الإقناع، وقال أن لكل إنسان في هذه الدنيا تشيب تشيب خاص به. إذا عرفت التشيب تشيب حقه حولته من عدو إلى صديق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. كيف تحول الناس إلى أصدقاء لك؟ لما تتعرف على التشيب تشيب الخاص برئيسك، فهذا المدخل السري إلى قلبه. تتعرف على التشيب تشيب الخاص بزوجتك، بأبنائك، بمرؤوسك، بوالدك، بوالدتك، فإنك تصل إلى مرادك بسرعة ويرتاحون في التعامل معك. يجب أن نتعرف على التشيب تشيب الخاص باللي حولنا، ونتعرف على أيضا الضربان الخاص بهم. ما هو الشيء اللي زعلهم؟ وش الزر اللي ضغطته يغضبون؟ وش الزر اللي أضغطه يفرحون؟ أيها الكرام والكريمات، القاعدة الكبرى الثانية في العلاقات، طبعا أخذنا قواعد كثيرة بنتكلم عن كبرى، هي أن تتعرف على من أمامك ثم تتعامل معه وفقا لهذه المعرفة. بس ما يحب المزح يا أخي لا تمزح معه، ما يحب تتأخر عليه لا تتأخر عليه، ما يحب أنك تكون دقيق معه لا تكون دقيق معه. تعرف على من أمامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة. تعرف على من أمامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة. هذا مفتاح مفاتيح القلوب. تعرف على من أمامك ثم تعامل معهم وفقا لهذه المعرفة. جاء العباس عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أبو سفيان جاي معي قبل أن يسلم رضي الله عنه، أبو سفيان قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الشرف. التشيب تشيب حقه الشرف، الشيء اللي أثر فيه الشرف. إن أبا سفيان رجل يحب الشرف. فقال طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال مش علينا منه سلامته كافر بعد، ما قال والله الحق أبلج يبغى يهتدي حياه ولا لا لا لا، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض له الجيوش، وراه الجيوش، وراه الكتيبة الأولى الكتيبة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصطفوا، رجال حب الشرف وسيد، وراه الكتيبة الأولى والثانية والثالثة. فلما جاءت الكتيبة الرابعة وكانت تسمى كتيبة الموت، إذا من اسمها كتيبة الموت، وكانت مدججة بالدروع بالحديد، كانت كتيبة خضراء مدججة بالحديد من رأسها رجليها. فقال أبو سفيان للعباس ما هذا؟ وش هذا؟ وكانت هذه الكتيبة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ينظر أبو سفيان، المسألة مش يعني ميليشيات هذولا، ولا هذا جيش منظم، ليس جيش ضعيف بإزاء مكة المدينة، لا، فهذا نوع من إظهار الفخر والشرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، قال هنا بيعطيه حقة التشيب تشيب، قال من دخل البيت بيته فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. أول شيء وراه الجيش لما ارتعب منه، قال له من دخل بيته فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن. احنا نعرف مكة، يا حرم يا في بيتك، يعني بلغتنا الخيار الأول والخيار الثاني تغطي جميع الاحتمالات والأماكن. حسنت. ثم قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. الخيار الثالث هذا خيار إيش؟ هذا الشرف، هذا التشيب تشيب. ففرح بها أبو سفيان وذهب إلى مكة وصعد الجبل أبي قبيس، ثم صاحب الناس يا معشر قريش يا معشر قريش، فاجتمعوا. ثم قال لهم إن محمدا قد جاءكم بجنود لا قبل لكم بها، يعني خلاص ما لكم، يعني ما في حل. وإنه قال لي من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وسكت رضي الله عنه، يقول الراوي، يعني ما جاب الخيار الثاني ولا الثالث، يريد أن يشعر بها ويشعرهم بها. فقالوا قاتلك الله، وما يفعل بنا دارك ونحن فئام من الناس، احنا كثار شو نسوي بيتك؟ فقال لهم أبو سفيان وأنه قال ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل الحرم
فهو آمن. بمعنى كيف تستطيع أن تأسر قلوب الناس من خلال أن تتعرف على ما يحتاجون ثم تدلف إليهم من خلال تلك الحاجة. لذلك يقول الطنطاوي رحمة الله عليه، يقول: وكل نفس لها باب وإليها طريق، لم يخلق الله نفسا مغلقة لا باب لها، فهذا يدخل إليه من باب التعظيم، وهذا من باب العاطفة، وهذا من باب المنطق، وهذا من باب التهديد والتخويف، وهذا يزعجه التطويل ويحب الاختصار، وهذا يؤثر الشرح والبيان، ولا بد لك من قبل أن تكلم أحدا أن تعرف من أي باب من هذه الأبواب تدخل عليه. كل إنسان له باب، كل إنسان له باب، كل إنسان له باب، وكل إنسان له مفتاح لذلك الباب. وبالتالي بإمكانك أن تتعرف على هذا الشيء، وبالتالي تختصر الطريق الوصول إلى قلبه. هذا عالم اسمه تشامبمان، اثنين عالمين، واحد اسمه تشامبمان والثاني اسمه نسيت روس أو كذا، عمل دراسة نفسية عن لغات الحب، لغات الحب، وقالوا أن الحب ليس لغة واحدة، ولو كان الحب لغة واحدة لكان الفهم فهما واحدا، أحسنت، فهما واحدا، وإنما هو لغات. ربما أكلمك بالعربية وأنت لا تفهم إلا الإنجليزي، ممكن أكلمك بالإنجليزي وأنت لا تفهم إلا بالفرنسي، وبالتالي هذه اللغة التواصلية في الحب غير متوافقة. فقال: للتعبير عن حبنا للناس 5 لغات، لذلك هي الترجمة إلى لغة الحب، كيف تترجم حبك إلى الطرف الآخر؟ لابد أن تعرف لغته أولا، ثم تحاكيه وتحدثه بلغته. أما اللغة الأولى من لغات الحب، إذا بغيت تعبر عن حبك، التعبير عن الحب ليس كلاما فقط، التعبير عن الحب له عدة أشكال. أولا اللغة الأولى هي لغة أسمعني. هذا النوع من الناس يشعر أنك تحبه عندما تسمعه كلاما جيدا، لذلك هذا النوع تجيب له هدية، يحطها على هدية ما أدري بكم شاريها ومتوهق أنت وقصاد شيء ضخم، حطها على جنب، تقول لك زوجتك تحبني، إيش اللي تحبني؟ طيب وهذا؟ لا، هذا ليس تعبيرا عن الحب. وبالتالي هذا النوع من الناس يحب أن يسمع الكلمات التي تدل على الحب، يحب أن يسمع. هذا النوع أسمعني، لذلك اللي عنده بخل عاطفي يتعب من هذا النوع ويتعب هذا النوع.